بدأ إضراب المعلمين الفلسطينيين يتحول إلى حراك شعبي منظم مع اعتصامات ووقفات نفذها المعلمون في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة اليوم. ويتواصل هذا الإضراب بالرغم من تهديد الحكومة الفلسطينية باتخاذ إجراءات إدارية وقانونية بحق المعلمين إذا لم يلتزموا بالدوام اعتبارا من يوم غد. التفاصيل مع حافظ أبو صبرة. دخل إضراب المعلمين الفلسطينيين أسبوعه الرابع مع تجدد اعتصامهم في مدن عدة بالضفة الغربية المحتلة واستمرار مطالبتهم بإنصافهم أسوة ببقية الموظفين الحكوميين وتنفيذ الاتفاقات السابقة والأهم زيادة غلاء المعيشة السنوية. نطالب تحسين نظام التقاعد، تطبيق قانون الخدمة المدنية. أيضا بنطالب بفتح الدرجات لجميع المعلمين مساواة بالموظفين الثانيين. يعني في لنا عنوان تقدر الحكومة ترجع له وتنصفنا وترجع كرامة المعلمين وتحل الأزمة إذا هي بدها تحل الأزمة. ولا تراجع إلا بموافقة الحراك الشعبي، ولا تراجع، لأنه لو تراجعنا لن تكون قائمة لأي معلم ولن نحصل على حقوقنا. ويا معلم يا تاج الرأس، يا معلم يا تاج الرأس، من غيرك ما في أساس. اعتصام المعلمين هذا يأتي استمرارا للاعتصامات السابقة التي بدأت منذ 16 يوما، أي مع بدئهم تعليق الدوام في المدارس الحكومية، وبالتوازي مع عدة مبادرات لجهات مختلفة لحل الأزمة ووعودات حكومية بالتوصل لاتفاق ينصف المعلمين. يا عمي احنا في أزمة، الأزمة مفروز عنها ممثلين عن جميع المحافظات، وهذول الممثلين اجتمعوا معهم في المجلس التشريعي، كملوا معهم يا أخي حتى ينهوا هالأزمة، يا أخي حتى انهم يوجدوا مخرج لهالأزمة، يقعدوا مع الممثلين اللي اختاروه المعلمين في كافة المحافظات. وبقول لك 2 مليون حصة روح، هو على مين رايحة؟ على بنتي اللي بالصف السابع، على ابني اللي بالصف الأول، على كل ولادة المعلمين بس اللي في المدارس الحكومة. واحنا على أتم الاستعداد، برجع بكرر انه انا كأم قبل ما ابقى معلمة على أتم الاستعداد إن احنا نعوض. استمرار الإضراب على هذا النحو قد يفوت فرصة انتهاء العام الدراسي في الوقت المحدد، ويوجب على وزارة التربية والتعليم والحكومة إيجاد حل جذري للأزمة قبل فوات الأوان. فيما وزارة التربية من جهتها وعلى لسان وزيرها الدكتور صبري صيدم أكدت التزامها بالاتفاق السابق للعام 2013، إضافة لالتزامها باتفاق شهر شباط الماضي الذي يقضي بدفع ربع المتأخرات مع الراتب شهر آذار الحالي برغم الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة. الأزمة تراوح متنا، المعلمون غاضبون من الحكومة ومستمرون في ضربهم الذي دخل أسبوعه الرابع على التوالي، فيما أكثر من 700,000 طالب وطالبة ينتظرون فرجا قريبا بعد أن أهدروا أكثر من مليوني حصة دراسية. وزير المالية من رام الله المحتلة، ما طالبنا شيء.